معرض دمشق الدولي بهذا العام الوزارة مشاركة فيه بجناح يعني على مساحة 700 متر. هذا الجناح نحن شاركنا فيه مع أزرعنا التنفيذية سواء من خلال الجهات المرتبطة مع الوزارة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي بتعمل تحت إشراف الوزارة. حيكون يعني الجناح حيحكي قصة التعافي، حيظهر فيه الجهد على مستوى 11 محافظة اللي قدرنا نكون فيهم متدخلين بالجهد تحت عنوان الإغاثة التنموية، لحتى كل الجمعيات تعرض كل نماذج خلينا نقول من جهودها يلي هي دعمت فيها الأفراد لحتى الأفراد يكونوا منتجين بحد ذاتهم، أو المشاغل الإنتاجية اللي هن قاموا عليها لحتى يقدروا أنهم يكون يوفروا فرص عمل ولحتى يكونوا مساهمين إيجابيا بالاقتصاد الوطني. طبعا هذا يلي ممكن أنه يوصل للبلد، وبنفس الوقت كمان هن كانوا عم يقدروا أنهم يدعموا أسباب قدرتهم على تأدية أهدافهم وتقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين من خدماتهم.